شهدت الجلسه بين رئيس الاهلي ومدير الكره اللي استمرت قرابه الساعتين الى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الانديه حال تاجيل بعض المباريات لما بعد كاس الامم يعني 60 يوم الامر الذي يعوق الترتيب لفترات الاعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق اخرين وايضا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الكرة الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لا تكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم هذا وتستمر المشاورات بين كابتن محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غد يعقوبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي. اذا بس اول حاجه لازم الناس تفهم هذه قراءة في مدار من اجتماعات وقراءة خبرية أي. أما القرار فلسه هيترفع لمجلس الإدارة هياخد قرار هيبقى في ساعتها بيان قرار شفه. لكن شفه. نحن الآن بصدد قراءة في المشهد طيب كأس الأمم يا جماعة بإذن الله منتخب مصر يتأهل يلعب الفاينل بإذن الله يخلص تسعة عشر سبعة 19 7 امبارح الاهلي لعب اخر مباراه له واتقال ان هي هيتج... بحسب الجدول ده هيترحل مباراتين الاهلي والمقاولين والاهلي والزمالك حسب ما اتقال لامتى لما بعد كاس الامم الافريقيه يعني مش هيبقى قبل 22 23 7 هتلعب بعد شهرين بالظبط من 23 ل 23 طيب 60 يوم هنا السؤال بقى للناس خبراء الكورة والسادة الأفاضل المحترمين وكلهم ناس محترمين بجد في اتحاد الكورة هل من المنطقي ومن الطبيعي أجمد الكرة المصرية لمدة شهرين المنتخب خد اللعيبة خد أربعة من الأهل وأربعة من الزمالك وخمسة من بيراميدز واثنين من السموحة وواحد من المقاولين وواحد من الإسماعيلي ثم المحترفين في الخارج هل من المنطقي الناس تقعد في البيت لمده شهرين بتتدرب عشان تاني يوم تروح تتمرن التدريب يعقبه تمرين والتمرين يجي بعديه تدريب ويفضل الحال المعلق لا الناس خدت اجازه ولا الناس ريحت ولا الناس استعدت لموسم جديد ولا الانديه سوقت لعبيها ولا حطت قوائمها ولا استعدت للموسم القاري هو ايه الموسم القاري؟ ما هو انت خد بالك حاجه الدوري هيخلص بالشكل اللي هم عايزينه في نهايه شهر سبعة عشان يدخل مباشره الاهلي واللي هيشارك معاه في البطولات الافريقيه بشكل مباشر ومستمر. في كده؟ في كده؟ في حرص منك ان انت تلضم المواسم مع بعضيها وتطلع عين الانديه اللي هتشارك في افريقيا بالشكل ده؟ في منطق يعني, يعني عشان انا يعني لما... الانديه كلها متعلقه متعلقه شهرين كاملين عشان مباراه طيب هات لي دوري في العالم متنظم بالطريقه دي عشان كده بقول يبدو ان احنا بنلعب في زحل وهم بيلعبوا في الكره الارضيه ولذلك كان عشم كبير جدا جدا ومازال في هاني هنا بريده اللي لازم يخرج من الضغوط اللي هو فيها ويبتدي بقى يحط خبراته اللي هي اهلته انه يكون مسؤول في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لصالح الكره المصريه. التاريخ مش هيرحم حد. وهو يملك هذا. اللجنه اللي اتعملت دي كان ينبغي انها تتعمل من شهر او شهرين. عشان الانديه ما تحتكش ببعضها. دلوقتي كل المسائل فيها انديه هتحتك ببعضها مؤكد. ايا كان القرار. وده مش ايه اللي استفادته الكره المصريه احنا داخلين على بطوله كاس الام غير الارتباك في المشهد